بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الأيام الماضية صراحة كان يعني هنالك العديد من المشاكل الفنية الواجهتني، والشعر كان ذاته في الفترة الفاتت دي أخذت تدهور، والآن تم وبحمد الله جمع الشمل وجمع الدواوين وطلعت بهذه الحصيلة. فهذه القصيدة بهديها لأهلي وعشيرتي في جروب أبو حبيرة خاصة وأهلي عامة. القصيدة بعنوان أهلي. يا من له خصلة عربيدة في الحنايا، أحببناهم وقلوبنا تصطفيهم حبا، عشيرة ليس لها مثيل تمضي الحقب خضرة وجرجيرة، عشقناهم بكل آيات الحب والعرفان ولباسهم حريرا، كم من شقاق وفرقة ولكن سرعان ما يأتي تقرير المصيرة، قلوبهم بيض كبياض الثلج تدعمه الضحكة وآخره الإكسيرة، عرفتهم لا يعرفون الشتات والفرقة سلاح قيرهم تسير، جلساء وفاكهة مجالس عناقيد عنب، والله يحفظ ويداري والله يحفظ ويداري. شكرا جزيلا ودمتم.